النادي الأهلي وجماهير الشياطين الحمر بعيد ميلاد تأسيس النادي الأهلي 114. النادي الأهلي اتأسس زي النهاردة سنة 1907 طبعا تمنياتي بمزيد من الألقاب للنادي الأهلي ولجماهير الشياطين الحمر كل الفخر بأساطيره الكروية اللي متعتنا وحفرت اسم النادي الأهلي في تاريخ كرة القدم على مدار السنين. طبعا النادي الأهلي نادي عظيم وكلنا بنحبه وبنشجعه بقوة. كل سنة وانت طيب يا أهلي ومزيد من الألقاب، وكل سنة وانت طيب يا كابتن بيبو أحمد التهاب. كل سنة والنادي الأهلي طيب، كل سنة ونادي القرن الإفريقي بخير. 114 سنة من النجاح، من الإنجازات، 114 سنة من الفخر. تحية لكل جماهير الأهلي وأبطاله اللي صنعوا اسمه بمناسبة مرور 114 سنة على إنشائه. قلعة الأهلي فخر لينا وحب وحياة. تحية خاصة لكبير العائلة الأهلوية كابتن محمود الخطيب اللي كان السبب الرئيسي والأول في إن أنا أحب الكورة. أهلاوي أنا والفخر لينا. الأهلي العشق، الكيان، الأهلي في دمنا، إحنا يا أهلاوية. 114 سنة إنجازات وانتصارات ونجاح وبطولات على كل المستويات. كل سنة وأنت طيب يا نادينا وحبيبنا. كل سنة ومزيد من الجماهير الكتيرة قوي، مئات الملايين، ومزيد من البطولات. كل سنة وانتم طيبين.